السلام عليكم. مباراه ليون ضد ليل اليوم، ارجو وضع اللايك والاشتراك في القناه ليصلكم من كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. يواجه ليون مع ضيفه ليل ضمن مباريات الجوله 27 للدوري الفرنسي، المباراه التي تقام اليوم في الساعه 10 مساء، ويدخل ليل اللقاء في المركز السادس برصيد 45 نقطة، في حين يمتلك ليون 39 نقطة في الترتيب العاشر. وتلعب المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، والحادية 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب. والقنوات الناقلة المباراة ليون وليل في الدوري الفرنسي، وتنقل مباراة بين سبورت اتش دي 2 القطرية مباراة ليون وليل في الدوري الفرنسي. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو، دعما منكم للقناة.